مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع. اليوم بدنا نعمل انبوكسنج لتبن باكيتات اجونا من امازون. ثمانية مش واحدة وتنتين، احنا نازلين شراء واحنا قاعدين في البيت، شو بدنا نسوي؟ خلينا نبدا بواحد واحد. يلا هاي بسم الله نشوف شو في الأول. يلا آدم. في أوكي، هدول ستيكرز. هدول الستيكر شو هم؟ NFC. NFC اللي بيعرف شو NFC، اللي هو بتقربع التلفون أحيانا بتروح على محل أو إشي بتدفع بالتاتش، تاتشلس بسموها، بس بتقرب تقدر تحط اي شيء. بدنا نجربهم نحكي لكم راينا فيهم. يلا شوي شوي. اوكي، هون في اوتوماتيك سوب ديسبنسر. هذا كله اوكي. هذه ايش؟ هدنا نحطها بالحمام. هاي اوتوماتيك سوب ديسبنسر يا جماعه، يعني تحطها هيك وتحطها هيك. انه بيجيك ناس احيانا بس عشان يغسل. اوه شوف شكلها كيف حلو. هذه ايش؟ هاي مكسوره كاب. كاب بس بتحطها هيك. اوكي تعملها هيك وتحطها اكيد يجيها بطارية. هون شايفين. اوكي شغلة حلوة، هنجربها ونحكي لكم راينا فيها. طيب واو. اللي بعده اوعى اوعى تمزع الهاي يا بابا. شايف كيف كانت؟ اوكي اوكي. انا صراحه هدول المايكرو اس دي كارد 256 64. واو. شريت هدول لانه بحتاجهم كتير. هدول 2 جيجا ستون، اعتقد حقهم $50 تنتين، وهدول اعتقد $20 64. هدول حنحطهم على الكاميرا اللي بدنا نجربها، حكينا لكم عنها. يلا لسه في هون. لسه في. دائما بتنزلها عشان ما يصير عندك شو اسمه تمزح اللي جوا. اوكي شو هاي؟ هذا wind up power generator set. شو يعني؟ I think it's a toy. It's a toy. هاي التوي. هاي ساينس توي. ساينس توي. هاي بيعمل فيها ساينس، بتقدر للأطفال يعملوا ساينس شغلات. ممكن نعطيه هدية لأحد الأطفال عمر 8 سنين. وقعنا شغلة حلوة هاي. أوكي هلا البوكسات. أوكي أيوه. آدم مستعجل. أوكي هذا إيش هاي؟ هير كليبر. طلعها يلا افتحها. هاي لحلقات الشعر. تعرفوا بالكورونا الواحد وضعه صار بهدل، فصار لازمه اشي يحلق شعره فيه، فعشان هيك جبنا ماكينة احلاقه. بده يحلق ببلاش اهلا وسهلا فيه من زمان. واو هذا كتالوج ما حدا بشوفه. واو في كتير تيبس. اوكي هيها والله شكلها حلوة. شوف والله ثقيلة، هاي شكلها very professional. شايفينها؟ وفيها بطارية اعتقد 5 ساعات شغل، يعني في تيبس. هذا 2 وهذا المهم في عدة تبات، حنجربها على شعر ادم ونحكي لكم. يلا رجع هاي. اوكي فيها 1 year warranty. اوكي جود. اللي بعده هاي شكلها يا جماعه. yeah.
عن شكلها بدها تشتي يا ادم. ايوه. اوه واو. هون في شغلات كثير. Designed for fitness tracks, sports bracelet. اوكي هدول احنا شرينا هون، خلينا اوريكم شو في بالبوكس. اوه واو. هذا البوكس يا جماعه في هدول فتنس للسبورت، طبعا شريناهم هدايا للصبايا والشباب. خلينا نفتح وحده، نفتح وحده يلا. طيب مش عارف كيف نفتحها، شكلها كثير. المهم هاي اللي بتنحط على اليد، فيت بان يعني، ما مش الفيلم يعني، مش صعبه كثير. هاي مش حنحكي عنها كثير. هاي نشوفها. هاي داش كاميرا، هاي لانه انا بدي للسياره احطها، فبتعرفوا هاي عشان هيك شريت انا الميموري كارد. شايفين؟ واو والله حجمها صغير، 99 دولار شريتها. واو. شايفين تنحط على الكاميرا، وفي كاميرا خلفيه كمان هيها. المهم بس اجربها بحكي لكم عنها. شكلها حلوه هيك صراحه. قصه هاي تركيبها قصه، هلا بدنا نقعد على اليوتيوب نشوف كيف نركبها. لانه هون الفيلم. هاي مهمه جدا هلا في السواقه عشان تبين انك شو اللي بصير قدامك، تسجل كل شيء. طبعا احنا عشان الريسايكلينج بنحاول انه ننظف البوكسات هاي، نسويها مسطحة، وهذا الحلو في بوكسات TWS 101 wireless earphones. اوكي ورجيهم اياها. And have 500 milliamp battery. Ooh. Water resistance. Hello. شايفين كلها كراتين. يلا افتحها يا ادم ورجيهم اياها. انا ادم بفتح وانا بظبط البوكسات. اوه واو صغير البوكس. اوه والله شكلها حلو. مايكرو يو اس بي. مايكرو؟ اه مش سي. ها اوه اوه واو هذا ديفرنت، شيء غريب هيك. ها بشوف بالله طلعوا شكل الهاي. جود شكلها جود. هنجربها ونحكي لكم. طبعا هذه ايش هذه؟ هذا الكتالوج ما حدا بيقراه. مايكرو يو اس بي؟ مايكرو. مش عارف انا ليش بيعملوا مايكرو يو اس بي لسه. كل مرة بنحكي نفس المشكلة، شكلهم نفس المصنع. هذه كمان سيارة بس ماجيك كار. هاي بالريموت كنترول، شفتها عجبتني، بتشقلب بتطلع الحيط هيك. بس نعملها هذا، ضلش اشي خلص هيك. خلصنا كل الشغلات، فان شاء الله يكون هذا الانبوكسنج سريع عجبكم. نراكم في انبوكسنج ثاني قريبا جدا. اعملوا سبسكرايب لايك وكومنت عشان نشوف الريفيو. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل